لذكر الله سبحانه وتعالى فضائل كثيرة، ويكفي أن ذكر الله سبحانه وتعالى من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وقد بيّنت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فضائل كثيرة لذكر الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن بعضها الآن. أولى هذه الفضائل هو الفلاح، فلاح الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الفلاح في الدنيا والآخرة، أن يكون فالحا في الدنيا إضافة إلى الفلاح في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي أن ذكر الله سبحانه وتعالى بكثرة هو سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم، اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفع في الآخرة. يعني حتى لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بمعنى الإنسان يسعى بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، في عمله الذي يعمل في شركة، الذي يعمل في مصنع، الذي يعمل في التجارة، الذي يعمل في البيع في الشراء. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن عند انتشاركم في الأرض وابتغائكم من فضل الله سبحانه وتعالى لا تنسوا ذكر الله، يعني حتى في أعمالكم، في بيعكم، في شرائكم، في تجارتكم، لا تنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح. ويقول الإمام ابن رجب: أمر الله سبحانه وتعالى بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره. يعني وأنت تبتغي من فضل الله في العمل لا تنسى ذكر الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا تلهيك الدنيا أو العمل عن ذكر الله عز وجل. ما فيش مشكلة، اعمل واسعى في الأرض وابتغي من فضل الله، ولكن لا تنسى ذكر الله. ولذلك الله عز وجل يقول: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. يعني لا حرج أنك أنت تعمل وتجتهد وتجد في أمور الدنيا، ولكن لا تنسى ذكر الله، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيقول الإمام ابن رجب: أمر الله بالجمع بين الابتغاء من فضله وكثرة ذكره، ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة. لذلك يعني سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في حديث يعني ذكر يقال عند دخول السوق، ورتب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ثواب عظيم وأجر كبير. لماذا؟ لأن السوق من مواطن غفلة الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما يعني تتذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن الغفلة يكون الأجر أكبر والثواب أعظم. يروي الإمام أحمد في المسند، والإمام الترمذي في السنن، والإمام ابن ماجه كذلك في سننه، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. كتب الله له 1000000 حسنة. 1000000 حسنة ده يعني كم؟ مليون حسنة. 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. يعني كتب الله سبحانه وتعالى له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يعني ذكر سهل ويسير،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر حينما يذكر المسلم به الله سبحانه وتعالى حينما يدخل السوق، طبعا السوق طبعا سواء كان سوق في مكان مفتوح، سواء كان سوبر ماركت، سواء يعني أي مكان فيه بيع وشراء، ويقول هذا الذكر، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة. الأمر الثاني من فضائل الذكر، أو الفضيلة الثانية من فضائل الذكر، احنا طبعا قلنا الفضيلة الأولى الفلاح، الفلاح في الدنيا والآخرة رتب على ذكر الله سبحانه وتعالى انطلاقا من قول الله عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الأمر الثاني أو الفضيلة الثانية الإنعام بالنعم على الذاكرين. يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. فاذكروني أي اذكروا الله سبحانه وتعالى أذكركم، يذكركم الله عز وجل. يعني كفانا شرفا وفخرا حينما نذكر الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يتفضل علينا بالإيه؟ بالذكر. يقول ابن عباس عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: أذكروني أذكركم، يعني أذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي. يعني قول الله سبحانه وتعالى أذكركم، يعني أذكركم بالمغفرة، يعني حينما نذكر الله، الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويرحمنا. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: أذكروني، يعني في قول الله سبحانه وتعالى أذكروني أذكركم، يعني أذكروني في النعمة والرخاء، أذكركم في الشدة والبلاء. يعني حينما يكون الإنسان في حالة سراء وفي حالة الرخاء ويذكر الله سبحانه وتعالى أو يكثر من ذكر الله عز وجل، حينما يقع في شدة وفي كربة الله سبحانه وتعالى ينجيه منها. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، عن سيدنا موسى عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني نجى الله سبحانه وتعالى يونس عليه السلام بتسبيحه لله سبحانه وتعالى، وإلا لظل في بطن الحوت إلى يوم البعث. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني لو الإنسان حينما يقع مثلا في قربة، لولا أنه من الذاكرين ولولا أنه من المسبحين لتركه الله سبحانه وتعالى في بلائه وفي ابتلائه، ولكن أنه كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى ينجيه من الايه؟ من المهالك ومن الابتلاءات. ويقول الحسن: إن الله يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذب من كفره. إذن الفضيلة الثانية من فضائل الذكر هي أن الله سبحانه وتعالى ينعم بذكر من ذكره، فاذكروني أذكركم. الفضيلة الثالثة أن ذكر الله سبحانه وتعالى للذاكرين، وأن الله سبحانه وتعالى يذكر الذاكرين ويكون معهم، يعني معية الله سبحانه وتعالى تصحب من يذكره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، يعني أنا عند ظن عبدي بي، يعني المراد بهذا الأمر هو الرجاء وتأميل العفو من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تأمل من الله سبحانه وتعالى الرجاء، وتأمل من الله سبحانه وتعالى العفو، الله سبحانه وتعالى يعطيك ما ظننته به. أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. وأنا معه إذا ذكرني، يعني حينما تذكر الله سبحانه وتعالى، حينما تذكر الله عز وجل يكون الله سبحانه وتعالى معك بالرحمة والتوفيق
والهداية والرعاية. هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. وأنا معه إذا إيه؟ إذا ذكرني. يعني إيه الله سبحانه وتعالى معك حينما تذكره؟ يعني معك برحمته يرحمك ويغفر لك، ومعك بالتوفيق يوفقك الله سبحانه وتعالى. يعني في كثير من أمور الحياة، يعني من الممكن أنك أنت تتعب وتكد وتكتسب الكثير من الأموال، ومع ذلك لا يوفقك الله سبحانه وتعالى في استثمار مثلا هذه الأموال من بعد، أو لا يوافقك الله سبحانه وتعالى في أولادك، أو لا يوافقك الله سبحانه وتعالى في حياتك الأسرية. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى هذا أيضا من أهم أنواع الرزق. فالله سبحانه وتعالى يكون معك بالتوفيق والقرارات الصائبة في أمور الدنيا حينما تكسر من ذكره سبحانه وتعالى. وهذا متضمن في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. يعني معك الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والهداية والرعاية والرحمة. يبقى أنت لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى: وأنا معه إذا ذكرني، يعني معك الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة والرضوان والتوفيق والهداية. الفضيلة الرابعة من فضائل الذكر هي النجاة من مخاوف عذاب الآخرة. يعني طبعا نحن نعلم أن الآخرة يكفينا فيها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، إلى آخر الآيات. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. يعني العمل الأنجى الذي ينجيك من عذاب الله هو ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. يعني إذا أردت يعني السبب الأقوى للنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، يبقى عليك بالإكثار من ذكر الله عز وجل. أيضا أو الفضيلة الخامسة من فضائل الذكر أن ذكر الله سبحانه وتعالى يجعلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. وهذا طبعا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ورجل ذكر الله. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث في كتاب فتح الباري يقول: ورجل ذكر الله، يقول: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر. يعني حتى النساء يدخلن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. إنما ذكر الرجال على سبيل التغريب أو على سبيل الكثرة، ولكن أيضا النساء يدخلن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عداد السبعة الذين يظلهم الله عز وجل. يقول: بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمام العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم. يعني مثلا يعني الإمام العادل كيف تدخل فيه المرأة؟ تدخل فيه إذا عدلت حتى في أولادها. يعني حتى ممكن الإنسان لا يكون فينا مثلا يعني صاحب إدارة أو صاحب مؤسسة ويكون تحته مثلا من يعدل فيه، ولكن حتى إذا عدل بين أولاده يكون داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل. حتى إذا عدلت المرأة بين أولادها فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة العدل في هذا الحديث، وهكذا. وتخرج خصلة ملازمة المسجد، يعني فيه طبعا في من ضمن السبعة: ورجل قلبه معلق بالإيه؟ بالمساجد. يعني ملازمة المسجد. طب المرأة، هل المرأة تلازم المسجد؟ يقول الإمام ابن حجر: وتخرج خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الإيه؟ من المسجد. يعني لو داومت على الصلاة في وقتها فبمداومتها على الصلاة في وقتها تدخل أيضا في إيه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها إيه؟
تداوم على الصلاة وتحافظ على صلاة في وقتها حتى ولو صلت الصلاة في إيه؟ في بيتها، فهي أيضا داخلة في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عداد السبعة الذين يظلهم الله. وما عدا ذلك من الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله، فالمشاركة حاصلة لهن أي للنساء، حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل أو إنسان جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله مع حاجتها. يعني إلى هنا انتهى كلامه. يعني معنى كلام الإمام ابن حجر عليه رحمة الله أن المرأة أيضا أو أن النساء يدخلن في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. إذن من ضمن الفضائل التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الذاكرين هي أنه يجعلهم في عداد السبع الذين يظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الفضيلة السادسة من فضائل الذكر هي مغفرة الله سبحانه وتعالى للذاكرين. يقول الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. يبقى مغفرة الله سبحانه وتعالى للذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. شوف يعني من فضائل الذكر أن الملائكة تلتمس من يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني كمثل هذه الجلسات الربانية التي نجلسها الآن. يعني يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والملائكة تحفنا بأجنحتها والله سبحانه وتعالى يتغمدنا بإيه؟ برحمته. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، يعني نادوا على بعضهم هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي، فتجيب الملائكة يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. يسبحونك سبحان الله، يحمدونك الحمد لله، يمجدونك تمجيد الله وتعظيم الله والثناء عليه، ويكبرونك أي الله أكبر. فيقول الله سبحانه وتعالى هل رأوني، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة هل رأوني، فيقولون لا والله ما رأوك. فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوني، يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيسألهم الله سبحانه وتعالى فما يسألوني، يعني هؤلاء الذين جلسوا يذكرونني ويسبحونني ويحمدونني ويمجدونني ويكبرونني ما يسألونني، ما هدفهم؟ فتقول الملائكة يسألونك الجنة، يسألونك الجنة، اللهم اجعلنا من عليها يا رب العالمين. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته وهل رأوها، هل رأوا الجنة؟ فتقول الملائكة لا والله يا رب ما رأوها. فيقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو أنهم رأوها، فكيف لو أنهم رأوها. فتقول الملائكة لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول الله سبحانه وتعالى فمما يتعوذون، مما يتعوذون. فتقول الملائكة يتعوذون من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوها، فتقول الملائكة لا والله ما رأوها. فيقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو رأوها، فكيف لو رأوا النار. فتقول الملائكة لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة
فيقول الله سبحانه وتعالى: فأشهدكم أني قد غفرت له. فهنيئا لنا بمغفرة الله سبحانه وتعالى. أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. يعني يا رب، ده في واحد هو في الأساس لم يأتي يعني لا للصلاة ولا للاستماع لدرس علم ولا لذكر، ده ممكن في واحد بس كده مثلا اتصل عليه بالتليفون وقال له تعالى نتقابل في الايه في المسجد فجاء، او سمع مثلا ان في اكرام في المسجد يوم السبت فجاء. يا رب، ده مش فيهم، ليس منهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. طالما دخل فيهم لا يشقى بهم ايه جليسهم. شوف يعني حتى مصاحبة الصالحين ومصاحبة الأخير، يعني الملك بيقول لله سبحانه وتعالى: يا رب، فلان هذا ليس منهم، ليس فيهم. فيقول الله سبحانه وتعالى: لا، تشمله الرحمة وتشمله ليه المغفرة. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، طالما جلس معهم، وطالما أنهم يعني وسعتهم رحمتي، فهم لا يشقى بهم جليسهم. يقول الله سبحانه وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الفضيلة السابعة من فضائل الذكر حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مباهاة الله تعالى ملائكته بالذاكرين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد، يعني مثل هذه الحلقة التي نجلس فيها الآن، فقال لهم معاوية: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابي فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على أن هدانا للإسلام ومن به علينا. يعني جلسنا جلسة ربانية نذكر الله، نتعلم العلم، نتذكر فضائل الدين، فضائل الإسلام، أن من الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية، جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل، يعني جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فأخبرني أن الله يباهي بكم ليه الملائكة. ففي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، معنى يباهي بكم الملائكة، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: يظهر فضلكم للملائكة، ويريهم حسن عملكم، ويثني عليكم عندهم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يفتخر بنا، يفتخر بهؤلاء الناس الذين جلسوا في مثل هذه الجلسات الربانية، يفتخر بنا أمام الملائكة. لعلكم تذكرون أن الملائكة، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، لما قال الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني كأن الملائكة بيقول: يا رب، هؤلاء سيفسدون في الأرض ويسفكون ليه الدماء، إنما نحن الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله سبحانه وتعالى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فلذلك الله سبحانه وتعالى يباهي بهذه المجالس الملائكة. يقول الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء، يعني لسان حال الله عز وجل يقول: هؤلاء الذين كنتم تقولون أنهم سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، لا، هؤلاء جلسوا يذكرونني
جلسوا يسألونني الجنة، جلسوا يتعوذون بي من الايه؟ من النار، جلسوا يسبحونني، يحمدونني، يمجدونني، يعظمونني. فالله سبحانه وتعالى يباهي بنا الايه؟ الملائكة. أيضا الفضيلة الثامنة من فضائل الذكر، إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها. يعني حتى الإنسان لو لم يكثر من النوافل فإدامته ذكر الله سبحانه وتعالى تقوم مقام النوافل من الطاعات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، يعني أهل المال الكثير وأهل الغنى، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وهذا أيضا فيه دلالة على أن الذين يكثرون من الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى لا سيما على بيوت الله عز وجل لهم الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، كلما أنفق كلما كانت لك درجة عند الله عز وجل، أو كلما ارتفعت منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يعني لهم فضل، يعني عندهم زيادة، عندهم زيادة علينا في الأجر والثواب، لأن عندهم مال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون، يعني يجاهدون بأموالهم، سواء كان بالجهاد بإعداد في إعداد المجاهدين أو المجاهدة بأنفسهم، أو حتى الجهاد المالي أو الجهاد بالإنفاق في سبيل، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل ذلك يعني دائما يذكر الجهاد بالمال ويقدمه على الجهاد بالنفس في كثير من مواطن القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتجاهدون في سبيل الله بإيه؟ بأموالكم وأنفسكم. فهؤلاء يقولون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إنهم لهم فضل من الأموال يجاهدون بها ويحجون ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. يعني بيقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سأخبركم بأمر يفوق هذه الأمور. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، يعني بعد كل صلاة تسبحون الله 33، تحمدون الله 33، تكبرون الله 33. إلى هنا انتهت رواية الإمام البخاري. في رواية الإمام مسلم يقول: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله. فقراء رجعوا مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. ده هم عندهم فضل الأموال وسمعوا بعملية التسبيح والتحميد والتهليل وليه والتكبير ففعلوا مثل ما فعلنا يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص بقى ده فضل من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: والله فضل بعضكم على بعض في الايه؟ في الرزق. لكن على كل حال الانسان كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الحديث مامور بان يكثر من التسبيح والتحميد والتكبير، لا سيما بعد الايه؟ بعد الصلوات، في اذكار الصلاه يسبح الله 33، يحمد الله 33، ويكبر الله 33. الفضيلة التاسعة من فضائل الذكر هي مضاعفة الحسنات. مضاعفة الايه؟ الحسنات. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيعجز
أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة. 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني كم تأخذ من الوقت؟ لا شيء. أنت ممكن أنك أنت في مكالمة هاتفية تأخذ منك 20 دقيقة ولا أقل ولا أكثر، ربما وأنت في عملك. وكما قلت في بداية المحاضرة وفي بداية الدرس، يعني أن معظمنا يقوم بأعمال يدوية لا تحتاج منه إلى إيه؟ إلى الكلام. يعني مثلا وأنت في شركتك، وأنت في عملك، وأنت في مصنعك، وأنت أمام الماكينة التي تعمل بها، يمكنك وأنت تعمل بيدك يمكنك أن تذكر الله سبحانه وتعالى بلسانك: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. تستمع إلى آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال جهاز الهاتف والنشيء. المهم يظل لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. شوف، يعني 100 تسبيحة ب1000 حسنة، 100 ب1000، لأن الحسنة ب10 أمثلها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ يعني كأن هذا الرجل الذي هو جليس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني استكثر 1000، يعني كأنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني كيف نكسبه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ده إن الأمر يسير وسهل. يعجز أحدكم أن يسبح الله سبحانه وتعالى 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة. إذن قال صلى الله عليه وآله وسلم: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. يعني 1000 حسنة أو يحط عن الإنسان 1000 سيئة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. الفضيلة 10 من فضائل الذكر: أن الذكر يكسب الذاكر قوة ويعينه على صعوبات الحياة. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يعطيك قوة إيمانية وقوة حتى بدنية وجسدية، ويعينك على صعوبات الحياة ومشكلات الحياة وابتلاءات الحياة. وطبعا الإنسان كما قلت قبل ذلك، الله سبحانه وتعالى قال فيه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يعني طبيعة الحياة هي الكد والتعب والكدح. فمن أهم الأمور التي تعين الإنسان على صعوبات الحياة وتعطيه حتى قوة بدنية ذكر الله سبحانه وتعالى. عن علي أن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فسيدة فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما اشتكت، يعني وجدت أن أعباء يعني أو أعباء الحياة عليها كثيرة، وأعباء البيت وإلى آخر هذه الأمور. فأتت الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لعائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني أخبرته بإيه؟ بالأمر الذي أتت من أجله فاطمة. تقول السيدة فاطمة رضي الله عنها: فجاءنا، يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وزوجها سيدنا علي رضي الله عنه، تقول: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، تقوم تقديرا واحتراما لأبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك. فجلس، تقول: فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33، وسبحا 33، واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم، حديث متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة. يقول في النبي عليه وآله وسلم لابنته ولزوجها سيدنا علي رضي الله عنه: إذا أويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما، يعني ساعة أن يذهب الإنسان إلى فراشه ويذهب إلى سريره، فلا بأس أن يقول سبحان الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 هو وزوجته، يعني زوجته بجانبه، فيخبرها بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودائما يعني الأمور أمثال هذه الأمور لا ينبغي أن يقوم بها الرجل بمفرده، وإنما يذكر بها أهل بيته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. يعني الأسرة كلها تعيش في رحاب الله، وتعيش في معية الله، وتعيش في ذكر الله سبحانه وتعالى. فبالتالي تكون النتيجة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا أويتما إلى فراشكما وأخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبر 33 فهذا خير لكما من خادم. يعني خير لكما من خادم، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى لا سيما في اللحظات التي تسبق النوم يعين الإنسان في اليوم الثاني على أعباء الحياة وشواغل الدنيا. يعني تجد في بدنك قوة، وهذا أيضا من ثمرات الطاعة. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: وإن للطاعة قوة في البدن، وإن للمعصية وهنا في البدن. يعني من ضمن أقوال سيدنا عبد الله يقول لك: وإن للطاعة قوة في البدن ونورا في الإيه؟ في الوجه ونورا في القلب، وإن المعصية وهنا في الإيه؟ في البدن، وسوادا في الوجه، وظلمة في الإيه؟ في القلب. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينصح ابنته التي جاءت إليه تطلب منه من يعينها على أعباء الحياة، فبيقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بذكر الله. ويقول لزوجها: عليك بذكر الله. فذكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا يعين الإنسان على أعباء الحياة وعلى شواغل الدنيا. هذه هي الفضائل العشر، عشر كاملة لذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا.